ازيكم يا بابا وليد؟ برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الجمعة 13 يناير كانون الثاني 2023، هتبتدي تهتم أكتر في كل مجالاتك العلمية والنفسية. ممكن تناقش حاجة من الأفكار اللي بتبقى عندك مع كل الأشخاص اللي حواليك، اللي بيبقى عندهم فرصة إنكم تتصلوا بيهم، اتصال يعتبر متاح أكتر، وبكده هينتج عن الاتصال ده رؤية جديدة لكل اللي بيتعلق بخططي، وهنبتدي نسعى أكتر في الوقت ده من خلالها. عشان كده ما نندهش حتى لو حسينا ان حد من اصدقائنا بيحتاج لينا ولكل عاطفتنا. بالنسبه ليك مهنيا عاطفيا النهارده يا حوت، علاقتك قديمه هتبتدي ترتخي شويه بظلالها، خاصه على حياتك في الفتره الجايه. مع شريكك هتكون في شويه هفوات بسيطه لكنها مش هتبقى مقلقه بالنسبه ليك. مهنيا النهارده يومك يعتبر متناقض جدا ومش واضح في بعض الاحيان، عندك اختلافات كتيرة، عندك تضارب في الآراء واضح جدا بسبب الضغوط اللي بتبقى في الشغل اللي فترات متأخرة أكتر عن الفترة دي. بالنسبة ليك النهاردة صحيا هتكون بتحاول تبعد عن كل آثار التدخين واللي ممكن تبقى حتى في الخفاء عشان ما تأذيش صحتك ولا حتى نفسك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم في الصباح ده، هنساعد نفسنا عشان نعرف نضبط نفسنا أكتر وحدسنا أكتر، هيساعدنا عشان نعزز الحكم اللي بيبقى غريزي تحت التأثير اللي احنا فيه. هنشوف كل الحاجات من منظور مختلف أكتر، وهيبقى مختلف باختلافنا احنا، لأن الشمس هتبقى بتتأرجح مع المريخ، هيبقى فيه ميل أكتر علشان نتأثر أكتر في اليوم ده، ويبقى عندنا اندفاع أكتر عشان ناخد قرارات سليمة أكتر. هنكون سريعين الانفعال بشكل كبير، هنأدي كتير من التأثرات اللي بتبقى بتتفاقم لإحباطنا، حتى لو كان عندنا أشياء كتير مش عارفين إنها ممكن تبقى بتتحرك بالسرعة الكافية لينا. بالنسبة لينا في الفترة دي هيبقى عندنا احتمال إنه يكون الحال ده مع المريخ بس في اليوم ده. من ناحية تانية تعتبر مثالية عندنا، هتحفزنا في الجوانب الثانوية علشان نتجاوز أي عقبة ممكن تبقى في طريقنا. القمر هيقضي يومه في الميزان التصالحي اللي بيعتبر لطيف أكتر، هيساعدنا علشان يبقى عندنا اتصالات ومواقبة واضحة جدا على كل الأطراف وعلى كل اللي بنبقى حابين إننا نحصل عليه. في كلمات حلوة مناسبة بعد ظهر اليوم ده هنبتدي نسمعها. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. ربنا يكبر بيكم وبدعمكم ليا.